لا أذكر متى سمعت الفاتحة لأول مرة، ولكني بالتأكيد سمعتها من أمي. بعيون متسعة كنت أراقبها تصلي وهي تهمس بها. كنت صغيرة جدا، وبالرغم من ذلك كنت أعرف أنها تتكلم مع الله. هي سورة مباركة، قصة قصيرة يفتتح بها القرآن، ويمكن لها أن تفتح عينيك، تفتح قلبك، وتفتح عقلك، تفتحك نحو رؤية مختلفة للكون. هي فتح كل يوم، فتح يساعدك في تحقيق فتحك الأكبر الذي هو خلاصك الفردي وخلاصك الجماعي. فتح يومي يتكرر 17 مرة كحد أدنى. هي إذن سورة عظيمة القدر، سماها النبي صلى الله عليه وسلم أساس القرآن، وسماها أم القرآن، وسماها فاتحة الكتاب، وسماها المغاربة سورة الحمد مع ضم الدال دائما. فأول ما يسألك الكبار في صغرك: هل حفظت سورة الحمد؟ يستهل القرآن بها، وتستفتح الصلاة بها، وتفتتح مغاليق كل أمر بها، وتنور الظلمات بها، لأنها منبع نوراني عظيم. فهي تسمى الفاتحة لأنها رأس الأمر وأساسه، وتدعى الشافية لأنها شفاء لكل الأمراض، والكافية لأنها وصفة كافية لحل كل المشاكل والهموم، وأم الكتاب باعتبارها خلاصة أزلية لحقائق القرآن. تبدأ الفاتحة بتعليمنا أن بداية البداية يجب أن تكون باسم الله لا باسم غيره، فهو الرحمن الرحيم، لأنه برحمته ورحمانيته بعث فينا محمداً صلى الله عليه وسلم وأنزل القرآن. ثم تعرفنا أن الحمد إنما هو لله. ولماذا الحمد خاص بالله؟ لأنه رب العالمين، ولأنه الرحمن الرحيم. ثم تأتي ملك يوم الدين، فيستيقظ في القلب الإحساس بالرجاء، وكأنه يقول: انظر إلى الرحمن الرحيم قبل أن تنتقل إلى ملك يوم الدين، واملأ قلبك بنسائم الرحمة. ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، اليوم الذي سيتجلى الله فيه برحمته وقوته، وسيعاقب فيه الظالم ويكافأ فيه المظلوم. فهو ليس رحمانا رحيما فقط، بل هو عادل أيضا، وعدله يتحقق يوم الدين. وصفه الله بيوم لأن عمر الإنسان يوم، وأعمار المجتمعات يوم، وعمر الدنيا يوم، وتمة يوم آخر يقابل الدنيا بأكملها، وهو اليوم الآخر. فالدنيا يوم والآخرة يوم. الدنيا والآخرة ليستا في جنب سلطنة الله العظيمة إلا عبارة عن يومين اثنين. أجمل بشرى تحملها لك سورة الفاتحة أن الله وحده ملك يوم الدين، وتلك فرصتنا الوحيدة للنجاة. لا يرحم ضعفنا إلا من خلقنا. لذلك تسمع الرحمن الرحيم في هذه السورة القصيرة مرتين، فهو يريد أن يطمئننا أن رحمته غالية. ثم ترشدنا الآية المقبلة أنه لا سبيل لبلوغ النهاية بنجاح إلا بعبادة الله وحده، ولا معين حقيقي إلا الله. إياك نعبد وإياك نستعين. عبادتنا له واستعانتنا به ليس فضلا من عند أنفسنا، بل هي ثمرة اتباع لهداية كي لا نحيد عن الصراط المستقيم. وأول استعانة هي الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط الذي ينقسم الناس اتجاهه إلى 3 فئات، ندعو الله أن يوفقنا إلى الأولى منها. صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء الذين اتبعوا الهدى، غير المغضوب عليهم، هؤلاء الذين علموا الحق وتركوه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، ولا الضالين، هؤلاء الذين أخطأوا الطريق لكن من غير عمد. تنتهي الفاتحة وتنتهي الصلاة، تنظر أمي إلى كتفها الأيمن وتقول: السلام عليكم ورحمة الله. ثم تنظر إلى كتفها الأيسر وتقول: السلام عليكم ورحمة الله. تلمحني فتبتسم، فأهجم عليها لأنعم بالضم والتقبيل. الأم هي أحد تجليات الرحمة الإلهية على هذه الأرض، فنسأل الله أن يبلغ أمهاتنا وآباءنا ثواب ونور وبركات سورة الحمد.